السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم، معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات. النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة من حلقات برنامج ألحان السماء، وضفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر، الصوت القوي، الصوت الجميل، الصوت الخاشع، الأحكام المتقنة، الحروف اللي بتلمع. فضيلة الشيخ أحمد محمد عامر من مواليد قرية العساكرة بالصالحية مركز فقوس محافظة الشرقية، اتولد يوم 3 مايو سنة 27 1927 وحفظ القرآن الكريم وعمره لا يتجاوز 11 سنة. التحق بالإذاعة سنة 1963، يعني وهو عمره 36 سنة تقريبا. سيدنا الشيخ أحمد محمد عامر كان نقيب لقراء محافظة الشرقية، وكان عضو مجلس إدارة في النقابة العامة لقراء القرآن الكريم. لف العالم الإسلامي كله كقارئ وكمحكم في المسابقات الدولية للقرآن الكريم، حتى أنه اتمنح وسام التقدير من الملك علي شاه ملك ماليزيا سنة 1970. وتوفي الشيخ أحمد محمد عامر عن عمر يناهز 89 سنة قضاها في خدمة كتاب الله عز وجل. توفي يوم 20 فبراير سنة 2016. تلاوتنا النهاردة ما تيسر من سورة طه من ترشيحات صديق العزيز الكابتن محمود الشريف، وطبعا تلاوة إن شاء الله هتنال إعجابكم، تلاوة غنية بالتنويعات النغمية والمقامية ومليانة بالإحساس والخشوع. يلا بينا نبدأ على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله. استعاذة وبسملة قوية جدا وصفية جدا ولمعة جدا، لا فيها تكلف ولا فيها تعصب ولا حتى دي أقل درجة عنده. هو بادئ من درجة الله 2، فهو لسه عنده تحت كتير أكتر من ده. سلاسة البداية دي بتفكرني ببداية الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي رحمة الله عليه. نكمل. طه. الله. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله. طبعا مقام البياتي. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. الله. إلا تذكرة لمن يخشى. الله. وسط مقام البياتي. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله. الله. وسط مقام البياتي، لكنه مش واقف في حتة واحدة، يعني أداؤه مش من منطقة واحدة، لا ده هو طالع نازل نازل طالع، مش ثابت، أداء بيلعب بالإحساس فعلا. نكمل. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الله. مقام البياتي الشوري. الرحمن على العرش استوى.
استوى. الله. بيتقن في البيات الشوري، بيلمعه في نفس الوقت. لاحظ مخارج الحروف عاملة ازاي، ما شاء الله. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله. فضل يتدرج في الصعود لحد ما وصل لجواب مقام البياتي. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله. ارتكز خلاص في جواب مقام البياتي، وعمل جواب البياتي مدخل لتلاوته، يعني ما انتقلش للرست، لا ارتكز على جواب البياتي. وشفنا طبعا الموضوع ده في حلقات سابقة لمشايخ آخرين، اللي متابعين كويس هيعرفوا مين اللي عمل كده. الله. ده بدأ كمان يشبع في الجواب ويتطرق لفتح منطقة جواب الجواب كمان، والتلاوة لسه بدأ صلاة النبي. والسبب في ذلك هذا الجمهور السميع اللي انتوا سامعينه. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا. الله. فقال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. انتقل هنا لمقام الصبا، مهد له في الوقفة اللي فاتت، ودخل فيه في هذه الآية، وضح ملامحه جدا. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. الله. رجع للقرار تاني، بس قرار الصبا لا، قرار البياتي. فلن الله. بياتي في الجواب. فاخلق نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. الله.
واستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خرج هنا عن النص في موضعين اتنين. عن النص ايه؟ عن النص النغمي. ما هو احنا بنتعلم دلوقتي السير النغمي للتلاوة. خرج خرجتين اتنين لكن ركوزه ما زال بياتي. الخرجتين دول كانوا لزوم الاحساس مش لزوم الاستعراض. يعني لو طلب منه ان هو يعملهم تاني مش هيعرف يعملهم لان هم طالعين بالاحساس. نسمع الآية دي كده تاني وركز هتعرف الخرجات فين وانا هشاور لك بصابعي. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم ولا تذكري. الله، أظن لاحظت. فلما أتاها نودي يا موسى. الله، لمس الكرد. إني أنا ربك فاخلع نعليك. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. وصل هنا لدرجة جواب الجواب في مقام البياتي. دخل هنا للصبا وعمل عربة رمل. فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك. ما زال صبا. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. فاستمع لما يوحى. فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا
واحفظني وأقم الصلاة لذكري. الله. وماشي كله صبا ما عدا القفله كانت بياتي. ولاحظ العرب الجميله البحات الجميله اللي في صوته. نكمل. رجع للقرار لكن ما رجعش بإيده فاضية، رجع لقرار مقام الحجاز. إن الساعة آتية نكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. كل ده حجاز. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. الله. جواب الحجاز. تكوين رائع للجملة النغمية والتعبير عن المعاني. الله. رجع هنا لمقام البياتي وقفل قفلة بياتي محترمة. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. رجع حجاز تاني في القرار. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. رجع بياتي تاني. لنريك من آياتنا الكبرى.
الله. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري. يا رب جواب البيات. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الله. طبعا جواب البياتي برضو. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الله. من هوند. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه. الله. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. الله. أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. الله. وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا. كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. الله. انتقل للرست، وقف وقفة سريعة كده، فأنا مرضتش أوقفه، قلت لما أكمل أقول لكم إن ده رست. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. الله. كل ده قرار رست. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. الله. فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. يا ستار. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على غيري.
الله. وصل هنا الجواب، جواب الرصد، كانت مزنوقة سنة صغيرة بس جابها. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. جهركة. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. الله، ده كله رست بقى، ساب الجهركة على طول، يعني مجرد ما رجع رجع لقرار الرست وبعدين كمل رست. راح لمقام البياتي، او بالاحرى هبط لمقام البياتي. فلبثت سنين في اهل مدين ثم جئت على قدر. الله، بياتي حسيني. ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا الله. رجع رست. اذهبا إلى فرعون إنه طغى. رست. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. سوزنك. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا يا الله. نخاف أن يفرط علينا وأن يطغى. قال لا تخافا. الله. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله، الله العظيم. الله الله
الله صدق الله العظيم وقفل بياتي. تلاوة رائعة لفضيلة الشيخ أحمد محمد عامر تلا فيها علينا ما تيسر من سورة طه، قرأها بمنتهى الإبداع. نلاحظ أن مميزات أداء الشيخ أحمد محمد عامر كالآتي: أولا تحرك في أكتافين كاملين، بدأ من اللا 2 ووصل لحد اللا 3 واللا 4، ده رقم واحد. رقم اتنين، التسلسل اللي مشي بيه في التلاوة كان غير التسلسل المألوف، بياتي رصد، لا ما عملش كده، بياتي واستقر على جواب البياتي كمدخل للتلاوة بتاعته، وفضل ينوع ما بين الجواب والقرار، كان مقام البياتي هو المقام المحوري في التلاوة. نلاحظ أيضا صفاء الصوت ولمعانه وقوة القرار وملء الجواب، الجواب مليان مش مسرسع. نلاحظ الخشوع الشديد وهو بيقرأ وحرصه على إظهار وإبراز المعاني، حنجرة قوية وصوت قوي من أول ما بدأ لحد ما ختم، كان صوته ماسك نفسه والدرجة ما هربتش منه أو عامت منه، هو غيرها بمزاجه. عمل تنوع جميل جدا بين المقامات، أرى بياتي وأرى بياتي شوري وأرى صبا وأرى حجاز وأرى نهاوند وأرى رست وأرى فرع من فروع الرست اللي هو السوزنك، وبعدين ختم بياتي مرة أخرى. لكنه كان ما بين مثلا البياتي والصبا بيجيب بياتي، ما بين الصبا والحجاز يجيب بياتي، بين الحجاز والنهواند يجيب بياتي، وهكذا. كان المقام البياتي هو المقام المحوري في هذه التلاوة. ايه الحاجات اللي كنا نتمنى انها تكون موجودة في التلاوة؟ طول النفس، يمكن ما سمعناش الا جوابين اتنين بنفس طويل او يكاد يكون متوسط مش طويل قوي، فلو كنا سمعنا جوابات اطول بنفس اطول كان هيكون الاداء اروع واروع واروع من كده بكتير. وده مش جانب بنعيبه على فضيلة الشيخ احمد رحمة الله عليه، ولكن احنا بنوضح ايه اللي تم وايه اللي كنا نتمنى انه يتم، لاننا سمعنا له بالفعل جوابات اطول نفسا في تلاوات اخرى. قارئ عملاق، قارئ تقدر تتعلم من تلاواته ازاي تتعلم قراءة القرآن. اتمنى تكون حلقة اليوم عجبتكم. لو عجبك الفيديو لا تنسانا من صالح الدعاء، قدرت تعمل لايك وشير وكومنتات والكلام الظريف ده اهلا وسهلا بيك، ما قدرتش لا يكلف الله نفسا الا وسعها. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم احمد شفيق.